بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا في هذا فيديو جديد اللي كيتعلقنا طبعا بالرياضيات مع قسم ثانية إعدادي. الدرس هو تريانجل ريكتانجل سيركل، يعني مثلث قائم الزاوية وطبعا الدائرة. نبداو بالاكتيفيتي. عندنا هنا سيركل سيكونسكري ا ان تريانجل ريكتانجل، طبعا الدائرة طبعا المحيطة مثلث قائم الزاوية طبعا، سواء ا بي سي ان تريانجل ريكتانجل، ليكون ا بي سي فوالا هو قائم الزاوية في ا، طبعا اي لو ميليو ليبوتونيز بي سي، طبعا اي هي منتصف هذا الوتر اللي هو بي سي، سواء دي لو سيميتريك دو ا بارابور ا اي، يعني دي هي مماثلة ا بالنسبة لاي، فوالا هي دي مماثلة ا بالنسبة لاي. Première question, maintenant, quelle est la nature de quadrilatère ABDC? Voilà, ABDC. Il a un rasmoi, il a un monstre, il a un rectangle. Il a un monstre. Il a un بي سي حسب المعطيات اللي نعطوها لنا، ثم اي انكور اي لو ميليو، اي لو ميليو ديال من ثاني ديال ا دي، اي لو ميليو دو ا دي. علاش؟ كار عندنا دي لو سيميتريك دو ا بارابور ا اي، دي كار ان دي اي لو سيميتريك، اي لو سيميتريك il est symétrique طبعا il est symétrique طبعا de a par rapport a e alors اذا عندنا اي il est milieu de a d اي il est milieu de b c اذا اي هي منتصف هذ القطرين لي ديغونال a d و b c donc اي et le milieu et le milieu du diagonale des diagonales diagonale je connais moi a b c ou a d i a d طبعا هاد القطرين هادو. اذا اللي كانت عند هاد الرباعي هذا عنده نفس المنتصف اون دي ان باراليلوغرام دونك a BDC est un parallélogramme. Parallélogramme. Moyen gramme. Deuxième E. Parallélogramme. Voilà. Il est un peu plus I, un peu plus I, BAC, je crois que c'est un peu plus haut. C'est un peu plus haut. Il est un peu plus haut. Il est un peu plus haut. Il est un peu plus haut. Rectangle ABDC est un. Est un rectangle. 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 Non, est un rectangle. Il y a une tabia dialogue, un rectangle. Moussatil. Rectangle. Deuxième question, on dit du lieu que IA égale IB égale IC égale BC sur 2. C'est un IA qui est IB qui est IC. Alors, je vais vous dire que nous sommes satil. Alors, je vais vous dire que nous sommes satil. Je vais vous dire que nous sommes satil. Nous sommes satil. Donc, AD. كتساوي بي سي، هذه مهمة بزاف، هي نحتاجوها دابا هنا في التمرين. علاش؟ لأنه مستطيل، يكون ريكتونجل، دونك القطرين هما أ دي و بي سي متساويين. فوالا، دابا نمشيو نسنتجو هذيك اللي قالوا لنا، هنا حطينا قدامنا هذه، عندنا إي، إي لو ميليو، إي، إي لو ميليو، ميليو ديال من؟ ديال بي سي، دو بي سي، نكتبو دو بي سي، يعني أن إي بي شنو كتساوي؟ كتساوي اي سي و بي سي، بي سي راه هي جوج اي بي، ها؟ إذا بي سي شحال كتساوي لنا؟ جوج اي بي، و اي بي شحال غتساوي لنا من بي سي؟ لاحظوا، اي بي شحال غتساوي من بي سي؟ غتساوي النص ديال بي سي، أو غتساوي النص اي سي، شنو اي سي كتساوي لنا؟ النص ديال بي سي، تساوي بي سي سير دو، علاش؟ لأن اي منتصف، دونك هادي اي بي كتساوي اي سي، ولكن اي سي او اي بي كتساوي النص ديال بي سي، هذه الاولى.
عندنا اي اي لو ميليو دو ادي ثاني اي لو ميليو دو ادي. اذا شنو غنستنتجو؟ ان اي ا كتساوي اي دي، اي ا كتساوي اي دي، و اي ا او اي دي كتساوي النص ديال ادي، كتساوي ادي سيغ دو. لاحظوا معايا مزيان، هنا عندنا ادي سيغ دو و بي سي سيغ دو، عندنا ادي كتساوي بي سي، عندنا ادي كتساوي بي سي لانهم قطرين مستطيل. دونك شنو غنستنتجو من هذه؟ هي واحد وهذه غنسميوها جوج وهذه ثلاثة، غنقولو دو باردون كتبانش دو ان اي دو اي تخوا، من واحد و ثلاثة نستنتج ان كتبو اي ا فوالا اي ا شنو كتساوي؟ اي ا كتساوي ادي على جوج و كتساوي بي سي على جوج، دونك هادو متساويين. اذا اي ا كتساوي اي بي كتساوي اي سي تساوي لنا شنو طلبوا منا هما بي سي سيغ دو وكتساوي ا دي سيغ دو. ها اي ا لاحظوا معايا مزيان، اي بي كتساوي اي سي و اي ا كتساوي اي دي، وعندهم واحد ان بي سي سيغ دو هي ا دي سيغ دو، بي سي سيغ دو هي ا دي سيغ دو. علاش؟ لان بي سي كتساوي ا دي، ها هي لانه هادو لي دياغونال القطرين ديال المستطيل. اذا ملي كانت هذيك تساوي دو هادو غيساوي لنا هادو. إذن أخيرا وصلنا الجواب، ها هو إي أكس إي بي كسو إي سي كسو بي سي سيغ دو. نمشيو للسؤال الثاني، تراسي لو سيركل سي دي سونتر إي باسون باغ أ، تو سامبلومون غاتشدو البيركة وغناخدو من هنا وغنرسموها. دابا إذن عن نصبو الدائرة ساهلة، غناخدو المركز هو إي وغندورو، وثاني فيريفي كو لي با أ إي بي أبارتيان، طبعا A و B appartient دائرة C، يقولك ينتميو لدائرة C، تو سامبلومون غنشدو المركز E و غنشدو A و ندورو و نديرو الدائرة. هذا بالنسبة للنشاط الأول. إذا هذيك الدائرة اللي حصلنا عليها لو سيركل سي إي أبولي سيركل سي كونسكري، محيطة بالو تريونجل غيكتونجل أ بي سي، و لو تريونجل إي أنسكري يعني هو اللي محاط دون زان سيركل لوسكو لي سومي أبارتيان أ سو سيركل. طبعا كما كان عندنا سنمر إلى النشاط الموالي. فوالا تيقول لنا سوا ا بي سي ان تريونجل، ها هو ا بي سي مثلث و اي لو ميليو دو بي سي، بحيث ان اي ا كتساوي اي بي كتساوي اي سي. فوالا كي لي ناتور دو تريونجل اي ا بي، اي ا بي لاحظوا معايا مزيان، عندنا اي اي ا بي، فوالا اي ا بي مزيان، لاحظوا اي ا كتساوي اي بي، ها هي اي ا كتساوي اي بي. عندنا اون اي ا ايتيغال اي بي، اذا مثلث اي ا بي ايتان تريونجل، ايتان تريونجل فوالا ايزوسيل، ايزوسيل فوالا. هذا بالنسبه لبدايه الجواب السؤال الاول. ثم مثلث اي ا سي، لاحظوا معايا مزيان اي ا سي فوالا اي ا سي، شوفوا هنا اي ا كتساوي اي سي، هاي اي ا كتساوي اي سي، دونك اي ا كتساوي اي سي تهو يكون ايزوسيل. اي ا ايتيغال اي سي، الوغ مثلث اي ا سي ايتان تريونجل ايزوسيل، ايزوسيل ايزوسيل فوالا، مثلث متساوي الساقين حتى هو. اون ديدوير بي ا سي، خصنا نقلبو الزاوية بي ا سي شحال هتساوي؟ كتساوي لنا الفا زائد بيتا، لاحظوا بي كتساوي الفا و سي كتساوي بيتا. دابا غنقلبو على الزاوية بي ا سي فوالا. اذا انا حاول ندير الرسم، هذا الرسم اللي عندنا هو هذا، هذا قلنا مثلث الساقين، هذه كتساوي هذه، دونك هاد الفا هي هاد الفا، وهاد اي اي سي كتساوي اي ان، دونك هاد الزاويه هذه هي بيلتا، هذه هي بيلتا او ار. المهم هاد الفا كتساوي الفا وبيلتا كتساوي بيلتا، علاش؟ لان حبينا انه مثلث متساوي الساقين هذا، دونك هاد الزاوية تقيس هاد الزاوية، مادام عندنا هنا ألفا تهنا تكون ألفا، وهاد المثلث لقينا متساوي الساقين، إذا عندنا هاد الزاوية هادي كتساوي هادي. اللي بغينا نحسبو الزاوية بي أ سي، بي أ سي، نعلم أن مجموع قياس الزاوية المثلث شحال؟ 180، إذا عندنا بي أ سي، هذا المثلث هذا، زائد أ بي سي، زائد هادي هي، زائد أ سي بي،
لقيت اسي بيش حق تساوي 180. بي اسي كنقلبوا عليها، لاحظوا معايا مزيان بي اسي. او هي الطريقه كاين جوج طرق. ثم ا بي سي شحال عندنا بي سي الفا مزيان، و ا سي بي ا سي بي بيتا تتساوي لنا طبعا 100. عفوا بلا ما نديرو الطريقه هذه سهله، بي ا سي بي ا سي هي بي ا اي، هي بي ا اي هي بي ا اي زائد اي ا سي زائد اي ا سي. و بي ا اي قلنا هي الفا، و اي ا سي هي بيتا، ها هي بي ا سي تو سامبل. هي لقينا الجواب، هذا ماشي الجواب ديالنا، ها الجواب بي ا سي تساوي بي ا اي زائد اي ا سي. بي ا اي كتساوي الفا كتساوي لنا هذه، و اي ا سي كتساوي لنا بيتا. حنا لقينا الجواب ديال هذه. مونتخي كو ا بي سي تان تريانغل ريكتونغل، بينوا ان المثلث هذا قائم الزاويه طبعا في ا عيكون. اذا خصنا نلقاو هذه 90 درجه. لاحظوا معايا مزيان، من بعد نرجعوا نعلم ان مجموع قياس زوايا المثلث شحال 180. اذا الزاويه هذه زائد الزاويه هذه زائد الزاويه هذه، اذا بي ا سي زائد بي ا سي زائد ا بي سي زائد ا سي بي. هنا نجاوبها الطريقه ديال 180. بي ا سي هي الفا زائد بيتا، نعم، و ا بي سي شحال هي الفا، و ا سي بي هي بيتا. مزيان 180. الفا زائد الفا هي جوج الفا، بيتا زائد بيتا هي جوج بيتا، تساوي لنا 180. الى عملنا بجوج تعطينا الفا زائد بيتا شحال كتساوي 180. اذا الفا زائد بيتا كتساوي 180 على جوج اللي هي 90. 90 وشكون هي الفا زائد بيتا؟ شكون هي الفا؟ هي بي ا سي. دونك بي ا سي كتساوي 90 درجة، أي أن المثلث ABC إتان تريانغل ريكتونغل، ريكتونغل، نعم، ريكتونغل، إتان فهو مثلث قائم الزاوية. شنو طبعا إلا كان عندنا كان عندنا دائرة، هذه دائرة، لأن إي A كتساوي إي B كتساوي إي C، معناه أن هذا مركز دائرة. فطبعا غيكون مثلث قائم الزاوية، خاصية بروبيتي اللي غنسنجونا. إذا كانت طبعا إي أ كتساوي إي بي كتساوي إي سي، معنى أن المثلث محاط بالدائرة التي مركزها إي، فإن المثلث قائم الزاوية في أ، سنرى ذلك إن شاء الله. نمر إلى النشاط، أكتيفيتي 3، تريونجل ريكتونجل إي سون سيركل سيكونسكري. طبعا ها الرسم A B C est un triangle rectangle en A. Voilà, donc un soit 6 sont cercles circonscrits du centre O du rayon de plan M. Montrez que O est le milieu de B C. Awalan, adna A B C chao est un triangle rectangle en A. Il est choqué ça. A B C est un A B C est un triangle. Non. تريانجل ريكتونجل، ريكتونجل المهم في مارشو قائم الزاوية ريكتونجل أون أ. إذا لو ميليو ديال الواتر، لو ميليو لو ميليو لو ميليو دو طبعا قطعة بي سي، إي طبعا إي شنو هو؟ إي لو سونتر دو سيركل سيركونسكري، معروفة هذه. إذا وبما أن كوم أن أو كوم أن كوم أو إي لو سونتر دو ديال هاد ديال هاد السيركل سون سيركل، إذا بما أن أو هي مركز الدائرة المحيطة بالمثلث، وحنا قلنا لو ميليو دو بي سي هو المركز، دونك غيكون عندنا أو دو أو إي لو ميليو دو بي سي هو الميليو. كنتمنى تكونوا فهمتوا أش بغيت نقول. قلنا بما أن هذا مثلث قائم الزاوية، إذا منتصف الواتر هو مركز الدائرة المحيطة بالمثلث، الواتر هو بي سي، المنتصف ديالو غيكون هو مركز الدائرة المحيطة بالمثلث، وحنا عندنا أو
هي مركز الدائره، اذا او منتصف حتما حتما. إذا كانت او منتصف تو سامبلومون عندنا بي سي غيكون ديامتر دان ديامتر، ايوا انا كنقطر ان بي سي غيساوي الشعاع على جوج، يساوي لنا الشعاع تساوي لنا عفوا ان الشعاع كيساوي القطر على جوج باردون، اينا الشعاع لغيا ايتيغال ديامتر سي دو. نمشيو لاكتيفيتي 4 سيكل ديفيني باغ ان ديامتر. بي سي تان ديامتر دان سيكل سي كونستوي ان تريانغل ا بي سي مونتري كو ا بي سي تان تريانغل ريتونغل، هادي مهمة اللي خاص يعني بوانت جو نقولو بما ان بي سي قطر من طبعا الدائرة وانط من دائرة قطر للدائرة وانط من دائرة فإن هذا قلت قائم زاوية باش نبينوها غنقولو مثلا سوا او اي لو ميليو دو اي لو ميليو هي منتصف بي سي دو بي سي سوا او اي لو ميليو دو بي سي. وحنا قلنا هذه عندنا بي سي تان ديامتر تان سيكل غنقولو هي ضروري هاد الجملة هادي من غنقولو هاد الجملة هادي هي من غنقولو هاد الجملة هادي هي غنقولو ان او بي ايتيغال او سي ايتيغال او ا إذن او بي ايتيغال او سي ايتيغال او ا، وبالتالي فان المثلث طبعا هي اللي لقيناها في لاكتيفي 2 لاكتيفيتي 2 اذا كان عندنا او ا كيساوي او بي كيساوي او سي اون دي ان المثلث ا بي سي كيتان تريانجل ريكتانجل ريكتانجل